وفيما هو مجتاز رأى إنساناً أعمى منذ ولادته. يا معلم، من أخطأ حتى ولد أعمى؟ هو المخطئ أم أبواه؟ لا، هذا الأعمى أخطأ ولا أبواه أخطأ، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ما دام نهار ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في هذا العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا. وطلب الطين عيني الأعمى. اذهب واغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويصطاد؟ هذا هو، لا يمكن، إنه يشبهه. أنا هو. كيف انفتحت عيناك؟ إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت، وما إن اغتسلت أبصرت. لا أعلم،